مساء الخير، اهلا وسهلا. ده انبوكسنج لجزمه لسه واصله من هيرينج، واسمحوا لي اقول بعد ما اطلب منكم لايك وشير وسبسكرايب، اسمحوا لي اقول ان هيرينج وتي ال بي مايوركا احسن واسرع اثنين ديليفري سيستمز وكاستمر كير في عالم الجزم بمراحل، يعني ما فيش قريب منهم اي حد. اوكي، هيرينج نورثهامبتون بيعملوا الجزم بتاعتهم في نورثهامبتون، بس هم مكانهم اصلا في اكزيتر في جنوب انجلترا، يعني مكان المحل بزنس، بس طبعا مصنع الجزم لازم يكون في نورثهامبتون، لان ده نورثهامبتون هي عاصمه صناعه الجزم في انجلترا واصل صناعه الجزم في العالم. ادي هيرينج كالعادة، علبة حلوة جميلة جدا. اوكي هيرينج، اوكي، وادي كالعادة في الـ return form وشوية عروض وشوية discounts. اوكي، طبعا لازم يكون في dust bag، لازم نحافظ على الجزم بتاعتنا ونحطها في داست باجز، فهم هيرينج بيبعتوا لك الداست باج. وفي ناس كتير بتحط داست باج كبيره واحده، هيرينج والناس الكويسه قوي بيحطوا اثنين منفصلتين عن بعض، فادي واحده اهي وادي واحده ثانيه. وهيرينج طبعا جمال جدا، لازم يبعتوا لك الشو بولش بتاعهم with bees wax. انا جربته حلو كويس، بس سفير نمبر 1، سفير شركه فرنساوي هما نمبر 1. مش عارف ليه بحس ان هو بيعمر اكتر بتاع السفير، بس ده كويس جدا برضه، كويس جدا. المهم، طبعا من اللون برجندي. اوكي، عارفين ان الجزمه اللي جايه دي برجندي، لونها برجندي. شوف بقى الجزمه. اوكي، دي سليب اون، اوكي، برجندي سليب اون. ادي الجزمة برجندي سليب اون، جلد جميل جدا، طري جدا جدا. دي اسمها هورس بيت. اوكي، فا اتس هورس بيت لوفر. لوفر يعني مفيش رباط. اوكي، وهورس بيت لان دي شبه اللي بيتحط في بق الحصان. اوكي، طبعا في الشكل ده اللي انا بحبه، اللي هو الايجل كلو او التشيزلد تو. اوكي، وطبعا انا عندي غرام بالنعل بتاع الجزم. اوكي، نعل مدهون برجندي برضو، مش هيعمر كتير بس شكله حلو. اوكي، مش هيعمر اللون، مش هيعمر الجزمه، ان شاء الله هتعمر كتير. احنا مجربين اللوفرز بتاعت هيرينج. اوكي، دي مش جود يير، يعني جود يير ويلتنج اللي هو الطريقه بتاعت ضم النعل للابر بتاع الجزمه، مش جود يير. جود يير يعني معنى كده في حته في النص زياده، النعل بيتربط في، بيتخيط في الحته الزياده اللي في النص، والحته الزياده في النص تتخيط في الابر، فكده ما بيبقوش مباشره داخلين في بعض، فمعنى كده سهل جدا كل 5 6 سنين الواحد يشيل النعل ويحط نعل جديد من غير اي مشاكل، ويحافظ على الجزء المهم من الجزمه اللي هو الجزء الفوقاني ده المهم اللي في الجزمه. اوكي، كينز حلو. ده بليك ستيتشنج بقى، مش ده اسلوب جديد، اسلوب مختلف، اسلوب ايطالي اكتر، الايطاليين بيستعملوه اكتر. بليك ستيتشنج معمول مينلي عشان الراحه، عشان الواحد يقدر يلبسه ويرتاح فيه اكتر من الجودير. جودير مريح في الصلابه بتاعته، في ان هيحافظ على القدم كويس جدا وهيسندها كويس جدا، يعملها سبورت كويس جدا. انما دي هتبقى الجزمه بتتني اسرع، احسن شويه واقوى شويه، يعني اطرى شويه. من جوه الجزمه طريه جدا 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 جدا،
سوك لاينر اللي هو البطانه اللي جوه مكنيه لغايه الاخر، وحلو جدا. الكعب هنا هو الحته دي سويد، فناعمه جدا برضو. يعني دي معموله للراحه من الاخر، دي جزمه مش هدفها انها تعمر، يعني مش هتعمر قد جزمه الجودير. جزمه الجودير هتعمر 15 20 سنه، جزمة الهاند ويلتد اللي هو المستوى الاعلى من الجودير هيبقى تقعد 30 35 40 سنه، ممكن تكمل الابد يعني، ممكن تورثوها. البليك هيقعد 5 سنين 6 سنين بكتير قوي، مش هيتغير النعل كتير، هيتغير مره مثلا، وبعد كده هيأثر على الصلبه بتاعت الابر بتاع الجزمه. فالمهم ادي هي اسمها ايه اللي هم اليوم اسامي، ديلن برجندي كاف، ديلن برجندي كاف لوفر، بليك ستيتشد هورس بيت لوفر. اوكي، والحته دي اسمها الايبرن، ايبرن. اوكي، فليها ايبرن ريسيدنج ايبرن ورا شويه، فيديك الحته دي انا شايف انها شيك. في لوفرز بيبقى الايبرن لغايه الاخر خالص، في لوفرز من غير ايبرن اصلا. بس فادي الديلن هورس بيت بليك ستيتشد لوفر باي هيرينج اوف نورثهامبتون. شكرا، سلام عليكم.